بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، من أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عبده أن هداه للإيمان وأن شرح صدره للإسلام، وهي نعمة عظيمة ومنة جليلة لما يترتب عليها من السعادة في الدارين والفوز برضوان الله والجنة والنجاة من عذاب الله والنار. فهذه نعمة كبرى، والحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام وهدانا لهذا الدين، ونسأله عز وجل الثبات على دينه وأن يوفقنا لطاعته ورضاه حتى نلقاه. وهذه النعمة العظمى المعبر عنها في القرآن بالإسلام والمعبر عنها بالإيمان والمعبر عنها بالإحسان، فأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الإحسان هم عباد الله الذين هداهم الله وشرح صدورهم لهذا الدين. وإن الإنسان ليدرك قدر هذه النعمة على صورة أجلى عندما يرى من لم يوفق لهذا الخير ومن لم يقبل هذا الهدى وهو في إعراض عنه، فيدرك هذا المؤمن أي نعمة أكرمه الله عز وجل بها. ولكن هنا أمور لا بد من تدبرها وتأملها. الأمر الأول أن هذا الدين الذي أكرمك الله عز وجل به يحتاج منك أن تكون صادقا مع الله، صادقا في اختيارك، وصادقا في اعتقادك، وصادقا في قناعتك، وصادقا في عملك، أن تكون صادقا مع الله. ووالله لن يفلح عبد حتى يكون صادقا مع ربه، ولن يستطيع الثبات حتى يكون صادقا مع ربه.
قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. فأهل الصدق هم الذين ينتفعون بذلك كله. وأيضا أمر آخر، أن الله عز وجل جعل لهذا الدين مراتب يترقى فيها الإنسان ويتدرج فيها المؤمن. فالإسلام والإيمان والإحسان إن نظر لها من هذا الباب فهي مراتب الدين التي يترقى فيها العبد، والترقي فيها على قدر صدق الإيمان وعلى قدر سلامة العمل وعلى قدر الثبات على الحق وعلى قدر العطاء، فيترقى الإنسان في مراتب هذا الدين. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يترقون في هذه المنازل والمراتب على حسب ما أنزل الله عز وجل عليهم في هذا الكتاب القرآن. ولذلك في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عند قوله ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن نعلم أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو واقف بها، ولم يبق بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 81 ليلة ثم مات. فالله يقول: اليوم أكملت واليوم رضيت. يورد ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول: هنا قد يرد عند الإنسان إشكال ويقول: أليس الله كان راضياً عن أهل الإسلام من أول يوم دخلوا فيه إلى هذا الدين؟ لأنه قال اليوم رضيت، هل معنى ذلك أنه لم يكن راضياً قبل ذلك اليوم؟ قال: قلنا بل لم يزل الله راضياً عن أهل الإسلام من أول يوم دخلوا فيه إلى هذا الدين، ولكن كان القرآن يتنزل يصرف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه وينقلهم من حال إلى حال على مراتب الدين، وينقلهم من حال إلى حال على مراتب الدين، حتى كانوا على تلك الحال التي كانوا عليها في ذلك الموقف. قال: رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه فلا تغيروه. إذن هناك ارتقاء. وأيضا قضية ثالثة، وهو أن لهذا الإنسان خصم وعدو لا يفتر عن منازعته ومدافعته والسعي الجاد في إخراجه من هذا الهدى الذي هداه الله عز وجل له. وعدوه الأول الشيطان، إن الشيطان
كان لكم عدوا مبينا. وكذلك النفس الأمارة بالسوء، فالشيطان ساع في أن تفارق هذا الحق وأن تنتقل عنه إلى الباطل، ولن يفتر في خصومته ما دامت الروح في صدرك. لهذا كله صار من المطلوب وفق ما جاءت به هذه الشريعة المباركة أن الإنسان محتاج إلى أن يجاهد نفسه في الثبات، وأن يزداد صدقاً وإيماناً، وأن يترقى في مراتب الدين إلى أعلاها. فكلما ترقى الإنسان في مراتب الدين كان أصدق وكان أثبت وكان أوثق بربه وكان أرضى بما هداه الله عز وجل له، وكان أفرح وأسعد بما هو عليه من العبادة والراحة، ويجد الطمأنينة، ويجد التثمين الصحيح في نفسه لما هداه الله عز وجل له، حتى أنه لو أعطي الدنيا بكل ما فيها على أن يترك ما هو فيه طرفة عين ما قبل، واعتبر أن ذلك سعر بخس أمام ما هو فيه من السعادة والرضا. هذا المعنى العظيم والذي وجدنا التعبير عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضوان الله عليهم، وما نقل إلينا من خبرهم في ذاك الفرح بطاعة الله عز وجل، وجدناها في جواب أبي سفيان لهرقل الروم يوم أن كان أبو سفيان كافراً ولم يسلم بعد، عندما سأله ملك الروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه برسالة وقال له أسلم تسلم، فلما وصل إليه الخطاب بعث جنوده أن ينظروا في بلاده هل هناك أحد من العرب، وكانت قريش ترحل إلى الشام للتجارة، فوجدوا وصادفوا في ذلك الوقت عدداً من قريش فيهم أبو سفيان، فأحضروه فسأله أسئلة كان من ضمن ما سأل، ولننتبه، قال له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، يسأله عن أصحاب محمد، يسأله عمن آمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أحد بعد أن يدخل في الدين ويعيش فيه أياماً أو أشهر يترك دينه ساخطاً له، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ ماذا قال أبو سفيان وهو كافر؟ قال لا، خاف أن تسجل عليه كذبة فصدق. وبماذا أجاب هرقل على هذه الإجابة؟ قال وكذلك بشاشة الإيمان، إذا خالطت القلب لا يكرهه أحد، للإيمان لذة وللإيمان طعم،
وللإيمان فرح، وللإيمان أنس، وللإيمان معالجة وحشة، والله لا يجدها إلا من صدق في الإيمان بالله عز وجل. يجد ذاك الأنس والراحة والطمأنينة، هذا هو صدق الإيمان. ومن وجد ذلك لا يريد أن ينتقل عنه إلى غيره. هذا المعنى وهذه الأمور كلها تتطلب من الإنسان أن يتخذ لنفسه طريقاً يضمن به هذا الثبات، ويضمن به هذا الصدق، ويضمن به أن يعيش هذه الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. إن هذا الأمر يتحقق للإنسان على قدر صدق إيمانه. وصدق الإيمان إنما يكون، بل الإيمان إنما يقوم في الإنسان إذا حقق الإنسان أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان التي يقوم عليها هذا الاسم العظيم الإيمان، ويكون الإنسان من أهله، ويكون ممن يخاطبهم الرب جل جلاله بقوله: يا أيها الذين آمنوا، عندما تجد تلك الأركان الستة تصورها الصواب ومعانيها الحق ومقتضاها من العمل، أن تجد طريقها إلى قلبك تأسيساً وتأصيلاً، وأن تجد طريقها إلى لسانك تعبيراً، وأن تجد طريقها إلى أعضائك عملاً وانقياداً، فعندها يكون الإنسان اتخذ لنفسه طريقاً في الثبات على الهدى والحق حتى يلقى الله. ومنها القضايا المرتبطة بأركان الإيمان قضية الأسماء والصفات لربنا جل جلاله: العلم بالله أوجب العلوم وأفرض العلوم، العلم المطلوب لذاته، العلم الذي يحتاجه المبتدئ ويحتاجه المنتهي، يحتاجه الإنسان في كل مراحل سيره إلى ربه جل جلاله. العلم بالله سبحانه وتعالى أوجب العلوم وأفرض العلوم على كل أحد من البشر. العلم بالله، وأنفع العلوم قاطبة بلا استثناء العلم بالله، والجهل به يترتب عليه أعظم الضرر وأكبر الخسارة. فهذا الأمر العظيم، بل
إن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق، وأن الغاية من ذلك كله أن يعلم العبد ربه جل جلاله. وهذا ما أخبر الله عنه في كتابه، من ذلك قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق الخلق كله، والغاية أن تعلم أنت أيها العبد ماذا تعلم؟ أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، أن تعرف ربك، أن تعرف ربك. فهذه الغاية العظيمة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه ويبين أن أوجب هذه العلوم على الإنسان العلم بالله عز وجل، يقول: العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه، مراد لذاته، مطلوب لنفسه مراد لذاته، إلى أن يقول: فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. غاية الخلق المطلوبة ما هي؟ أن تعرف ربك، أن تعرف خالقك. وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى معرفة إقرار، وهذه ابتداء إقرار بربوبيته وإقرار بأنه الخالق سبحانه وتعالى، ثم أن يراد بتلك المعرفة المعرفة التي توجب في نفسك الحياء من الله والمحبة لله وتعلق قلبك بالله والشوق إلى لقاء الله والإنابة إليه والأنس به سبحانه وتعالى والفرار من الخلق كلهم إليه وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. المراد المعرفة بالله التي توجد هذه المعاني في قلبك، المعرفة التي تستحي من الله أن يراك الله العظيم الجليل على حال لا ترضي، المعرفة التي تجعلك تقطع الأمل في كل أحد من الخلق كلهم وأن تجد الثقة في الله وحده، المعرفة التي تجعلك تستعذب ذكر الله
وطاعة الله والقرب من الله ولو كنت وحدك، ولو خالفك الناس كلهم. المعرفة التي تجعلك قلبك ممتلئ بمحبة الله جل جلاله، فما يحبه الله هو الذي تحب، وما يكرهه الله ويبغضه الله فهو الذي تكره ولا تحب. هذه هي المعرفة المرادة، هذا هو ميدان العلم، هذا هو ميدان العمل، هذا ميدان بذل الجهد. فهل عرف الإنسان ربه؟ المعرفة التي توجد في نفسه هذه المعاني. واختبر نفسك، إذا جاء وقت طاعة الله وهناك ما يشغلك عن تلك الطاعة، أين يتجه قلبك؟ واختبر نفسك، إن نزل المصاب وفوجئت بالشيء المؤلم، أول كلمة تخرج من لسانك هل هي لجأ إلى الله أو سؤال عن البشر؟ هل هي فزع إلى الصلاة أو إلى الخلق؟ وحاسب نفسك، كم مقدار ذكر الله على لسانك إن كنت لوحدك وخلوت بنفسك؟ هل القلب يطلب بشوق من اللسان أن يذكر الله ذكر تعظيم وإجلال، ذكر محبة وأنس بهذا الخالق العظيم؟ واختبر نفسك، لو فقدت ما فقدت هل تستشعر أن الخلف عند الله؟ وامتحن نفسك، لو فاتتك الطاعة وفاتك شيء من الدنيا، وقارن الألم الذي تجده نفسك بين الفقدين. وهكذا، إن المراد هذه المعرفة، المراد هذا العلم بالله الذي يجعلك تستشعر مراقبة الله في كل وقت وفي كل لحظة، إن كنت وحدك أو في وسط الناس، تستشعر أن الله الرقيب يراك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمرك شيء. القرآن كلام الله، والله عز وجل يتجلى لعباده من خلال كلامه وكلماته وآياته، فمن قرأ القرآن قراءة تدبر وتأمل ووقف مع الآيات وقلبه يبحث عن هذا الأمر العظيم، سيجد أن القرآن يعرض على قارئه ويعلمه عن رب عظيم مستوى على عرشه، أزمة الأمر بيده، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمره وتدبيره، الأمر نازل من عندي وكل شيء صاعد إليه. من قرأ القرآن
فيجد من خلال الآيات آيات وكلمات الرب جل جلاله وهو يتجلى لعباده، فإن تأمل في الآيات التي تعرض ما للرب جل جلاله من الجلال والهيبة وسعة السلطان والعلم والقوة، ما يجعل الإنسان يستشعر غناه بربه وأنه على كل شيء قدير، ويدرك ضعف الخلق كلهم أمام قوة الله وغنى الله. وإن تدبر في آيات الآيات التي تخبر أن الله هو السميع البصير العليم جل جلاله الذي لا يخفى عليه شيء، فتوجد في قلبه معنى الحياة واستحضار معية الله، معية الجلال والعظمة، فيستحي أن يعصي الله عز وجل والله يراه وينظر إليه. وإن تأمل في الآيات التي تذكر رحمة أرحم الراحمين وجود أكرم الأكرمين وإنعام المنعم وإحسان المحسن جل جلاله، فيمتلئ قلبه حباً لهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. فهذا العلم الذي هو العلم بالله أعظم العلوم، الطريق إليه والوصول إليه، وأن يدخل الإنسان في قائمة أهله المتصفين بالأوصاف الطيبة الذين يحيون الحياة الطيبة، كما قال أحد علماء السلف يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أحلى ما فيها، قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله والقرب منه. فالطريق إلى هذا العلم يدخله الإنسان من بابين، أما الباب الأول فهو تدبر آيات الله المقروءة المسموعة القرآن العظيم، وأما الباب الثاني فهو تدبر آيات الله المشهودة هذا الخلق، والله أرشد إلى هذين الأمرين في كتابه، فإرشاده للأول كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. روى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها في ليلتها، قالت: فنام عندي. قالت: حتى إذا كنت أنا وهو تحت لحاف واحد، قال: يا عائشة، ائذني لي أن أعبد ربي. قالت: قلت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام وتوضأ وصلى كبر، قالت: وقرأ الفاتحة، ثم افتتح الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
لآيات لأولي الألباب. قالت أخذ يقرأها وهو يبكي. قالت ثم ركع وسجد وهو يبكي. قالت ثم قام وقرأها مرة أخرى. قالت وما زال يكررها حتى آذنه بلال بصلاة الفجر. قالت ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. والتدبر في الآيات المشهودة وربط ذلك بالعلم بالله كيف المفعول يدل على فعله، والفعل يدل على صفة فاعله، فالتدبر في ذلك يرشدك إلى ما لهذا الخالق العظيم من الصفات العلى. تفكر في ملكوت السماوات والأرض أمر رباني نجده في القرآن العظيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا. فالله يأمرنا بأن نتفكر لكي تمتلئ القلوب علما بالرب جل جلاله فتعظم الخالق سبحانه وتعالى. أما التدبر في آياته المسموعة فالأمر جاء فيه صريحا أيضا. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل معاتبا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وزمام هذين الأمرين هو الوقوف مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هذا العلم العظيم، هذا المفتاح الأساس لهذه القلوب، فأسماء الله وصفاته مفاتيح قلوب العباد. فهل فتحت قلبك بالتدبر والعلم بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ فهذا العلم العظيم هو المفتاح لهذه القلوب. فغدا علم الأسماء والصفات علما رئيسا في علم الإيمان وفي علم التوحيد وفي علم العقيدة، ويعتبر ركنا أساس. فأزمة هذا العلم الواجب الذي هو العلم بالله أزمته في هذا العلم الذي هو العلم بأسماء الله جل جلاله والعلم بصفاته سبحانه وتعالى. فأصبح ذلك من أشرف العلوم. وسبحان الله، من قرأ القرآن لا تجد أن الله عز وجل يكلف العباد بحكم من الأحكام وبتشريع من التشريعات وبواجب من الواجبات، ولا ينهاهم عن شيء وعن محرم من المحرمات، إلا وتجد ذلك مربوطاً بذكر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لماذا؟ لأن هذا العلم هو الذي يؤسس في قلبك القابلية لأمر الله، ويوجد في قلبك الخضوع لحكم الله، ويوجد في نفسك الفرح
بتلقي حكم الله. يا إخوة، من يتلقى حكم الله وكأنه غل في عنقه، علاجه أن يعود ليعرف ربه من خلال أسمائه وصفاته. إذا لم نجد الفرح بتلقي أحكام الله جل جلاله وكأنها الماء البارد على شدة الظمأ في اليوم الحار، إذا لم يكن الإنسان يجد أنه يسير في بناء نفسه نحو هذا الطريق فهو محل إشكال. ولتقريب هذا الأمر، لو أن إنساناً مريض ومرضه عضال وهو في مكان نائي، ورجل فقير وذاك المرض يؤلمه بحيث لا يستطيع أن يرتاح في منام ولا في مأكل أو مشرب، وأدرك أن كل من حوله ليس عندهم القدرة أن يعالجوه من مرضه، ويسمع بأن هناك طبيباً بعيداً وأنه ماهر، ومن أخبار من نزل به ذاك المرض أنهم قد برئوا مما نزل بهم، ونفسه تشتاق ليلاً ونهاراً وكلما ازداد الألم أنه لو وجد طريقاً في الوصول إليه، وبينما هو في تفكيره إذا بذاك الطبيب يأتي إليه ويخبره بأنه سيعالجه ولن يأخذ منه شيئاً من المال وأعطاه الدواء، كيف سيكون استخدامه للدواء وثقته فيه؟ فإن برئ كيف سيكون حبه وشكره لذلك الطبيب؟ ولله المثل الأعلى، أنى لنا أن نرتقي إلى السماوات العلى وأن نستنزل من ربنا كلاماً فيه شفاء حالنا؟ أنى لنا بذلك، والله عز وجل أكرمنا بهذا. فهل نحن تعاملنا مع كتاب الله ومع حكم الله ومع أمر الله بمثل هذا المعنى؟ هل يفرح الإنسان عندما يسمع حكم الله فهو يدرك أنه الآن وصل إليه الشيء اليقيني الذي فيه صلاحه والذي فيه الخير له والذي فيه سعادته، وإن جاءه حكم الله بالنهي أو التحريم فإذا به يدرك إدراك اليقين أنه لو تعاطى ذاك الأمر لتلف ولهلك، فهو يفر منه فرار السليم من المجذوم وفرار الإنسان من الأسد الضاري؟ هل الإنسان يجد هذه المعاني عندما يسمع أي حكم من أحكام الله؟ أما أن الإنسان يسمع أن الربا حرام والدليل وغير ذلك ثم يأكله ويأكل ويأكل والرشوة وغير ذلك، ويسمع وجوب كذا وكذا ويفرط فيه، إذن ما مقدار العلم بالله في قلب هذا الإنسان؟ ما مقدار العلم بالله عز وجل في قلب من هذا حاله؟ القواعد المثلى كتاب ألفه الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمة الله عليه، لأن علم الأسماء والصفات على أهميته ووضوحه، ولما كان له ذاك الأثر فقد
إن تابه شيء من الخلل عند البشر، فاحتاج الأمر إلى أن تبين القواعد التي تعلم الإنسان كيف يتلقى هذا العلم من وحي ربه جل جلاله كتاباً وسنة على منهج صحيح سليم، وأن يفارق منهج من أخطأ وانحرف ومنهج من ابتدع وبدل ومنهج من غير وانتقل عن طريق سلف الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن أخذ عنهم هذا الأمر على منهاج النبوة. فكان هذا الأمر محتاج إلى البيان والتعليم. فإذا كنا أدركنا أهمية علم الأسماء، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فلا بد أن ندرك أننا نحتاج لكي ندخل هذا العلم بحقه وأن نصل إليه على منهج سليم صحيح، أن ندرك هذه القواعد. والشيخ هنا رحمة الله عليه عرضها بأسلوب سهل قريب، وذلك لإدراك الحاجة إلى هذا العلم لكل أحد، بعيداً عن أسلوب الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم لتقريب تلك القواعد العظيمة لإدراك هذا العلم على طريق صحيح سليم. وابتدأ كتابه ببيان منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وبين أن مكانة هذا العلم تظهر حين ندرك ارتباطه بأركان الإيمان، وندرك ذلك أيضاً في بعده العملي عندما ندرك حاجتنا إلى هذا العلم في الدعاء. فكلما كان الإنسان علمه أعظم بهذا العلم بأسماء الله وصفاته، فإنه سيحسن استخدام ذلك في لجئه إلى الله. فلذلك قال: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. وكذلك دعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه، لأن الله هو التواب، وتذكره بلسانك لأن الله السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه سبحانه وتعالى هو البصير، وتخشاه في السر لأنه سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير. فإيمانك وعلمك بتلك الأسماء سيؤثر على عبادتك وأحوالك كلها. وجهل الإنسان وغفلته سيجعل أثر ذلك ضعيفاً في حياته، أثر ذلك ضعيفاً في حياته. ثم بدأ في ذكر القواعد، وذكر للأسماء الحسنى قواعد وللصفات العلى قواعد. أما ما يتعلق بأسماء الله الحسنى
فالقواعد التي أشار إليها أولها قال: القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى. هذا لإخبار الله بذلك، وبالعقل لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فلذلك أسماء الله حسنى. فالله عز وجل من أسمائه الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي، فالحي اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، لأن الله هو الأول ولا يلحقها زوال، لأن الله هو الآخر، وأنها الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. فإذن هذه القاعدة الأولى، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى. ما دليلك؟ قول ربك جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى. القاعدة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه قال: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فأسماء الله كل اسم هو علم على الذات العظيمة الله جل جلاله. فالله عز وجل، فالحي اسم من أسماء الله، القيوم اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الله، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي أيضا أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فباعتبار أنها أسماء مترادفة لدلالتها على ذات واحدة الله جل جلاله، وباعتبار الصفات فهي متباينة، لأن كل صفة تدل على معنى غير الثاني، فالرحيم يدل على صفة الرحمة، والغفور يدل على صفة المغفرة، والتواب يدل على صفة التوبة، والقوي يدل على صفة القوة، وصفة الرحمة غير صفة القوة. فلذلك باعتبار الصفات هي متباينة، لأن لكل صفة معنى غير الأخرى، وأما باعتبار الأسماء فهي مترادفة لدلالتها على ذات واحدة هو الله جل جلاله. فإذن هذه القاعدة الثانية، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام؟ أي أن كل اسم من الأسماء هو اسم للذات العلية الذي هو الله جل جلاله، فكل الأسماء هي اسم لذات واحدة هو الله جل جلاله. أما الأوصاف التي تتضمنها الأسماء فبهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل وصف منها على معنى غير الآخر، كما تبين لنا: فالرحيم منه صفة الرحمة، والقوي منه صفة القوة، والعليم منه صفة العلم، والعلم والرحمة والقوة معان متباينة. أما القاعدة الثالثة للأسماء
قال: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. فالوصف متعدي أو غير متعدي، غير متعدي مرتبط بالذات فقط، متعدي أي متعدي من الذات إلى خارجها. لنفهم هذه القاعدة، فيقول: تتضمن ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. إذن هنا الآن الرحيم تضمن بهذا الاسم ثبوت أن من أسماء الله عز وجل الرحيم، ثم تضمن صفة لله عز وجل، هي ماذا؟ هي صفة الرحمة. ثم ثبوت حكم هذه الصفة ومقتضاها في خارج الذات، وهو رحمة الله عز وجل بمن يرحمه من عباده، الغفور والتواب. الغفور إذن ثبوت اسم لله عز وجل، فالله عز وجل هو الغفور. وثبوت الصفة صفة المغفرة، وثبوت حكم هذه الصفة ومقتضاها مغفرة الله عز وجل لمن تاب من عباده، لمن تاب من عباده. فإذن ثلاثة أمور: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي فإنها تتضمن الأمور الثلاثة: إثبات الاسم، وإثبات الصفة لله، وإثبات مقتضى هذه الصفة في من يرتبط بها من الخلق، من يرتبط بذلك الأمر من الخلق، كما تبين لنا من صفة الرحمة ومن صفة المغفرة. فالرحمة من اسم الله الرحيم، والمغفرة صفة لربنا من اسمه الغفور، ومقتضى الرحمة رحمة العباد، ومقتضى المغفرة مغفرة من الله عز وجل لمن شاء ممن أذنب من عباده. القاعدة الرابعة، قال أيضا من القواعد التي ذكرها، قال: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. بمعنى يريد أن يشرح القاعدة فقال رحمة الله عليه: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به في الكتاب، قال: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تسمي الله باسم إلا اسم سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى هذه القاعدة، أن يقف الإنسان مع الوحي فيما تعلق بأسماء الله جل جلاله، فما سمى الله عز وجل به نفسه فسمه به. فالله عز وجل سمى نفسه بالرحيم فسمه بالرحيم، وسمى نفسه بالعليم سمه العليم، وسمى نفسه القيوم سمه القيوم، وسمى نفسه الرب سمه بذلك. فلذلك إذن يقول: أسماء الله تعالى توقيفية، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. القاعدة السادسة، قال: أسماء الله تعالى
غير محصورة بعدد معين. واستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعائه عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن دل الحديث أن هناك أسماء لله عز وجل لم ينزلها في كتابه، وأن الله عز وجل جعلها من الغيب عنده، فدل ذلك على أن أسماءه ما دامت هي كذلك فإذا ليست بمحصورة. قال: وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، قال: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، بمعنى ليست 99 هي كل الأسماء. قال: لأنه لو كان المراد كذلك لكان التعبير أن يقال إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن يقول إن أسماء الله 99، وإنما النص قال إن لله 99 اسما. فإذا هذه العبارة دلت على أن ليس العدد المذكور المقصود به الحصر. فإذا أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، والعدد المذكور فهو من أسماء الله الحسنى وليس كل أسمائه الحسنى جل جلاله. أيضا من القواعد التي ذكرها ومتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى قال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد هناك أن الإنسان يؤمن بها، يقف مع الأسماء لا يزيد ولا ينقص، وأنه يدرك ما تعلق بها من أنها أسماء للذات تتضمن صفات، والأسماء التي تتضمن صفات إن ينظر إلى لازم ومقتضى وحكم تلك الصفة بما أدركنا وفهمنا من القواعد السابقة، يقول: الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. قال: وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. الله أكبر، الله أكبر.